يلا يلا تحليل بول بول يلا على التايب يلا تحليل بول يلا 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 ها اتفضل يا زلمة. بسم الله انت هذا وانت هذا ما بالشكل يعني يضع سره في اضعف خلقه. المهم قالوا لي عشان تنزل الغوص جيب عدتك واكسجينك وتعال غشي. ما انا نزلت بدون اما كده حجر ضميتها وانا تحت في البحر ودردمت برجولك عادي طلع لي فجاه محرشني قال مين هو ده؟ ولد الولد ولد مين؟ ولد يقرش يا شيخ صغير ده كفين ويصرف حاله وزن راح يشتكيني عند ابوه كمان ولا عليك منه بس واحط فرشتي واشب ناري واشرب شهية فجاه اللي يطلع لي قدامي هو مين؟ القرش يا شيخ ولا اخطبوط جامعه لا لا دي المره جاء لوحده لوحده يحسبني بخاف منه ولا عليك حبيبي اصغر له بعين اصغر له بالاثنين انا إيه كمان ايوه يا ابويا كده وعدى الوقت ساعة اثنين ثلاثة أربعة عدى للمغرب اتوضيت لا تيمم بس ما علينا صلينا ورجعنا له واصغر له تاني كم ثلاثة أربعة خمسة عشر ساعات يا معلم كل الوقت ده بدون أكسجين يا شيخ الهرجة دي قديمة ترى قديمة من متى؟ ما قبل الأكسجين وال شوف الهرجة ده هذا اللي كلمتك معه انا جوالي بس